بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب أنا هي خدي أم جهشتن إيج ببش كشكرنا خلاك كاديش برنامج تفسير سورة الحجرات. أم جهشت من في آياتي رب العالمين بمد بجتن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. رب العالمين في آية داب ما بحثت كتن ديسا غازي مات كتن غازي خدان إيمانات يا أيها الذين آمنوا يا قلي آيات وإيمان بخدي إيناي لا يسخر قوم من قوم كس ياريا يعني بوشكاندن خمازن نكتن تراناب إكيدي تريبكت شو قوم شو ملاد بلاب كس نكن لا يسخر قوم من قوم. رب العالمين وقت تشتكد بيجت ما يعني بري مادة بيجتت خدان إيمانة إيمانة هي شنابت أبا أخلاقي تابت أبا طبيعتي تابت ترابي اعتراض يعني اعتراض السرهندة تشتابكي كخدي شكرين خدا داین تو ای کی چاوا کی کیم بره خدا جگازیمت کتن یا یلی خدان ایمانا یا یلی و ایمان به خدا هی خدا هینت این سر کا راستی یا باشی کشوا اوی نکن اوا چدشت یعنی تو رابی حسابه کل یل ای کی بکی بجی اف مروبی کیما اوی چنینا لا یسخر قوم من قوم یا یا ترانا تو پی بکی بجب چدشت ای بکی فقیر یاوی بکی، کریتی یاوی بکی، اب آخفتن یاوی بکی، بر رفتشون یاوی بکی، بجلکی توی بکی، اب حواله توی بکی، چش تشته هبتن، چونکه رب العالمینی اف انسانی چیکری دنیای دا همین وقت ایکن هر که به شکلی که چیکری هر که یعنی پایکو وقت بیشن پایس که کاهی هر که مرتبه کاهی یه برای خود ایکی ساخه، ایکی ساخه، ایکی زنگینه، ایکی فقیره، ایکی تازه، ایکی یعنی پشکی کریته، ایکی کرته، ایکی دریجه، و همی یعنی ایکی مثلا خود عقل کی مظنی دای، ایکی دیتر وی آستینینه، و همی میزان رب العالمین نه دیناین و اوه بود دنیای نه و هنده تشت دیه هنده رب العالمینی اف نب نل دیوانه توزیع کرنه یه زنگین آخرت زنگینه یه تازه القیامت دف خودش تازه یه فقیر دف خودش فقیره یه یعنی فهمایی تگیش نای دف خودش نه و هند میزان بوکیر دینان بو دنیای دینان لازم ام وان میزانا حساب الجل اکدونه کن لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم چید بتن او مروف او تو یاریا پید که او دف رب العالمین یگلک اشتای چید را او یه بحشتی تو یه جهنمی او رب العالمین حجد که تو حشتا ناکتن او يعني قال لك اشتي مسطره الوي او تبجافك كيمبري خديه او نلوي اصطيه دف رب العالمين تشكو خدي يعني زون كاكيه باشا كي خرابه كي قدر قيمته اش غير خدي زي ذري كسي ترين زانتن مش ترى بخو عندك يعني ميزانه ديني وحكمه سر بكي واف ميزانه هذه تخلد بن رب العالمين بشت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ما مروا بالزانه من زان وكيك بس كيدي في زانتن خدان عاقل وتيجهشتي رب العالمين ده جهد بشت يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات رب العالمين هندك الشباب بلندت كتن يرفع الله الذين امنوا منكم خدي خدان ايمان بلند كرين والذين اوتوا العلم درجات أفجي بس بجاء فخذان إيمان وعلم جهي درجة ومصدر الشدي والله بما تعملون خبير رب العالمين زانت كانهين تشولتكن يعني أو شو لهن كي رب العالمين اتزانتن وكاكيش والدف رب العالمين يشوانا إذا قياس رب العالمين بمديني أفيا لازم أمل دفوي قياسي أم خما ظنك سر إيكودو خما ظنك السر وكيد بين مروفكي الدفتة يبي قيمتها بس دف رب العالمين يبقى قيمتها لا يسخر قوم من قوم ياري بينك جنك يعني خذ تازهية كي داي ياري تخب إيكادي تري بك تخذ أو تازهية نداي شد بت أفا نا الدفة يعني أفا يا نا يا تازية
دف رب العالمين أول درجة عليينة وتشد بتأفادي تري أفاياري بحوالا خد كتن أنا بكريتا هي يعني خاف خرب خد بتن تشد بتأفا دف رب العالمين شو قيمة أفينينا شج برهندي مروفي الزنجين ويه فقير ويه بلند ويه مظن هردو بلا بيتشافي برا خب دني قال دف رب العالمين يتشوانا وبيه زريبكت لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن أبي مروف زريجت كتن بيغمر حديث بي صلاة قدس سربن رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قال مروفتين هيكلي بالسربة يعني يتشوانا توزوية مروفك قريجية مروفك فقيرة شنينة بس دف رب العالميني سرفة مروفوصة دف رب العالميني أو هندي بقدرة أجر أو سين بخط رب العالمين ناهل السين داي بكفتن سند بخود بش صباحی دی باران اید رب العالمین سر خاطر اوی دی باران اید دا سند لینا که بده سند بخود دی فلانتش چه بده رب العالمین سر خاطر اوی هندی هند دف خود دی بقدره نهل سند اوی بکه بده اذا کش مکی ناس کتن کش مکسی ناس نا کتن اج غیر خود زیده تری بجد چوا ام دی یاری اب ایکو دکین رب العالمین جهه که دی بحثی کافرات کتن بجد که یلک جارا مربرخ کافرک یلک مالو تشتی دنیای و اف بحر و پشکیت هین وفجت معجب بجبر خبدي أبي كندي هاي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لم ينعجب قرتش موالي وانا وعيالي وانا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا رب العالمين فيتن في أف امتحانيا بيكري أف تشتاي داية دا نخوشي ببند أجر إيمان الجلنة بتا تشهاجية أوي عذاب في مالي بتن في عيالي بتن في منصب بتن وتزهق أنفسهم وهم كافرون يخط كجتن يخط وسطينتن نت خوشی دانه. جبر هندی پیغمبر حدیثیت بی صلافت خود سربن بشتن خونش کینه. بشت او کسی بشت دف زنگینه کی و او خلی مظم بکتن. بشتن تقریبا اف مروفه شکست دف رب العالم. تا چو اخو هاو جای ویکر. تا چو اخو هاو جای ویکر. او تو زانه اول دف خودی چوانه. او شوان انا مروف خو نزیکی وان بکتن. جبر هندی بشتن یعنی ملکه کی بصيارش وزير خاكر قلت كي ملك قلت وزيري وزيرش قلت أزبني توي طبعا ملك وقت بيجني ظالم ويا ودي قلت تو ملكي قلت نخير أسنا ملك قلت ملك أوا ظلامك أم ناصناكين وأوجي ما ناصناكين بس مالك هاي خارنك هاي تخطو يعني بجنو مالا ورنشتيو وأفمروا بها كا اگر امویناز بکین او اگر امویناز بکین دیگه لکه محاوله کتن کما رازی کتن و اگر اموی او هکوی ام ناس کرین دی رازی بینا ما گرهتن یعنی مدین دفما او چنینا و اگر امویناز بکین ام دی رازی لکین بس دف رب العالمین افمرو به چوانا افمرو به هکا گلک بقدر قیمتا نوکی ما افمرو به ها یوصانا خودی تشتکی دای گلش وی ماستر او ام از تو هزه زرجت کی گلکش می عزیزتر بجل ویری کی دی دی کی ات ناس کرنی ناس کرنه کا یا مطلق و یا مزن بس خودی انسانی ناس کتن چوا تو دی یاری اب ایکی کی و البل دف رب العالمین او چند بقدره پیغمبر صلوات خود سر بنختش خو رب بادا شبت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رب العالمين أمر متكتن وكي نعمتك خذي داود ما أم شكرا خذي السر في نعمتي بكين أس حمدا خذي كم رب العالمين أساخ كريم وجارك دي أزدي زفرن بو رب العالمين إذا الفيري أم نزانين أف نعمتها چنت يا مازنة تهشيار بيه تجارك دي زفر يسر شو لخوا مش مروفك دائما شو مزقاتي وي روجينا شو مزقاتي جنگاوی خارن چیکر گوت هر باب خراکه گوت کره خو هر باب خراکه چت بر خاطی بش باب می یمری نشو مزگتی بی یمری دناب جی خدا دامزان نعمت او چند وقت ام سپید رابین ام ساخ چوب بهی او اوید مالت منهی چه مصیبت نهی کو هیو کی جی اف ازیت او نخوشیه خلاص نبت پیغمبر بیت الحمد خودت کیم او خودی اسمران دین پاشی اساخ کریم يعني بشافي وقت مروف نفست يعني مروف مرية وقت مروف ساخ بي سبيدي رابي معناه وشني كمروف ساخ بي
إذا رب العالمين يعني كلا تشتي تهين فيت مروف الشكرا خذي سرفني عما تابكتن مشتن جنكاكا هي احتمالا دي خو ما زنكتن سر جنكاكا دي تري أو خو زنجينا جنكاكا دي تري فقيرة يا عيالة يا دي بي عيالة دي خو ما زنكت سروي بس اگر أفا بزانت ندف رب العالمين كقدر قيمته في چند أفا شجارة نشتن في أو دي الجلب كتن آيات القرآن لا يسخر قوم من قوم كس ملات شمروف ياد يب كسينكن ولا عسى بوشي عسى أن يكونوا خيرا منهم شدبت أو اشتشترا ولا نساء من نساء شو جنك جبلا ياد يب كسينكن عسى أن يكون خيرا منهن أوا تو ياد يبتك شدبت جلك اشتا يبقي قدر قيمة تربت رب دف رب العالمين جبر هندي مروفة شهرزاد بشتي يا ربي أو كسيتو هاي يعني راضي بنا تبدا سخوا إخستي ما تشوي كيما ويا ربي أوي راضي بنا تبدا سنكتي ما وي تشهيا تشتشت الدنيا يا هبتن ما وي تشهيا إذا تشتي مهم أوامر بالدف خذي هبتن مروفة كاد دف بيغنبري صلاة خذي سربن وكي ديار بكوي فقيرة إنا بيغنبري صلاة خذي سربن كيف أخا قالك بإنا وجهي أخا بشوشكرو وهات إنا بيغنبري شو قلتي قلتي أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه مروفة كي فقير وبيغنبرو صبيش في الربي وكيف أخا بإنا كيف أخا بإنا قلتي بخير بيتن أو جبرائيل قلتي من دقيقتن إنا قلتي يا رسول الله يعني قلتي بحسي يوكي منها يوكي من قلتي بلي تو جهزري كاس اشتناكت العردي بس دف رب العالمين تقالك ما ظنه حتى جبرائيل هات يا محمد مروك دي الدفته وخلكي او هزر جينات كر اذا اويتو يا ريا بيت كي بلكي ايكش فان مروفا بتن هند جرى انسان بلا هزر تخب كتن شد بد دواراويش وي تشيترا ها اويا اويا تشنا اويا خو ما ظنت كتن اويا هرب السيارة الحالة خب كي الدف خدي تشواني مش مروفاكي سفر كر شو سفرك جيران خوا يعني على اساس باوريه ما لا خوا تسليم كرو او جيراني پشتي وي خيانه المالاوي كر اينات بشتن وقت خيانه كري سايوي ربي او مروف كشت ابي خيانه كري پیغمبر يا فاختنا گو صلوات خد السربن قلت خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه قلت ابي خيانه الهفال خاكر وصي أو كشت صشوي شي تربي إذا مروف الفيب جرهة دف رب العالمين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية مروف المشرك أهل الكتاب أبود غير وانا أفايد أجري جهنم دا بيسترين مخلوق أفنا دف رب العالمين دي رب العالمين دي بد جهنم أفيد شهب بوشيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أفي إمام خده هي عمل صالح كري أفي تشي ترين مخلوقة رأسا ديش دنيا يشد بحشته چند مروبا كي خراب بطن هرش كافره كي تشي ترى أو كافره خده تشي كري وچه ديش دي ديش جهنمه تو چوا ياريا بإيكت كي كوب خدان إيمانه بصرمانه تو زان دف رب العالمين أف مروبا يشوانه هند دي إيمان أمره في زيادة اللي بيت مروف دي بتر أدب كفتن دف رب العالم جل خدي وجل مخلوقات رب العالمين إذا أوي في شو اللي بكتن شبه هند رب العالمين يا جلي خدان إيمانا شنابت أبا صفات تابت أبا نشان تابت يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم شنابت أبا صفات تابت تهوصا يعني بتشابك بنزم برا خدي إيكش عردك بلنتو برا خدي إيكي دي تري حسابت كي أبا تشنينة بلكي أو دفتا جلك دف رب العالمين جلك إشتا يبقدر قيمة ترى إمام علي أخفتنا كي تبيجت صلاة خدي سر خدي جرازي بتن تبيجتن بشت الغنى والفقر بعد العرض على الله تعالى دي شوى فقير زنجينا جيك ناسكي نال دنيا إذا أبي بارنين أبي هاي أبا زنجينا أبي فقيرا نا تلفيري أبا تلفيري ناسناكي فقير أبا وكيش دف رب العالمين كادي الويري شوابت الغنى والفقر بعد العرض على الله باش الدف خذي عملتونا تن اوي ذكرنا شنيكا الويري
أبي بتشد بحشتي أو ناي فقيرة بلا دنيا فقير جي أبي بتشد جهنمي بلا كان مال الدنيا هبتن إيدي شو فايدة ديجيك إذكرني وهر وصا هر مروبكي كوبيت شافي مروب برخبت بس نيجي آيات القرآن بمشد بيجتن مشت ولا تلمزوا أنفسكم يعني شو ملات شو كاس يارياب كاس لكن وشو جنجي يارياب كاس شو أنا لكن بوشي چنكي أبا أباها احتمال جلك أبا تياري بيت كي جلش تبقى قدر قيمة ترى وهين والخناك الخبيق جهتهمي ولا تلمزوا أنفسكم يعني لمزة ندى مقابل خا تشتكي الدست يودا بتبافي جدا نشج اتهامي شو اللي توصانك يا عالم اشتبه خفتا بحسي تب خرابي بكتن يعني خنائنا الرزق وصى الرزق وصى وكي أخفتن بصيرش إمام علي هات كرني قلت الرزيلي تشيه خو الرزيل نكن خو الرزيل نكن الرزيلي تشيه قلت الرزيلي أو مرد بشت بردرجه نمردي وباشي بزبرين أبا الرزيلاتي وجا أخفتن أكي بشت والله دجا سين تخت إمام علي لحفر بإريني بإبرتيني دبيرا مروف بدريزيب كولتن وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين بابا لسك بيت عرض حجاز همية بكتوس وتراب وكت بجن شقك داري دو شق داري تراب في توز همية راكي ونقل بحرين زاخرين إلى أرض الصعيد بمن خلين تراب دو بحر تجي وكت بجن صلكي من أفخط صلكي ناجرة دو بحر تجي تش جهوانا ببجهاكي دي تري صلكي وغسل عبدين أسودين حتى يصير أبيضين وتدع عبدة الرش ولبكي حتى صبي ببن طبعا أفا همي تشينا بن مستحيل أفتشتا تشيبن مشت أفا أهون علي من طلب ذي حاج من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين أفا همي تشتشتا صانهي ترى اشتخها وجاي مروبكي لئيم بكي مروبكي تشنا إذا الفيري هكذا مروف تشتكي هبتا مروف شكاية خبر رب العالمين بتا ومروف قهو جاي رب العالمين بكت شكو اوا مروف تشتنقا بيا خلاص كتا اوا منصب مزنهية دات مروف نا امن ام كسي ناسنا كي رب العالمين شيتر ناس كتا ولا تلمزوا انفسكم يعني دا خواز تخابكا وخوا رزلنكا مقابلي هندكا وان خوا متهم بكي بشي جهكي وصا عالم بحثتا بخرابي بكتا أختنا قالك يا مظن يا هاي مش استعين عن الرجل لتكن نظيره وأحسن إليه تكن أميره استغني عن الرجل خب منات كش خلكي تكن نظيره تدي مقابلي بي وأحسن إليه هكذا باش الجلك تكن أميره تدي بي شدش تدي بي مظن بي عايشة شد بيشتن خديجة رضي بيشتن من بسيارش بيغم يعني بسيارة بيغم بريكير قم قلت يا رسول الله ما يسرني إني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا قالت فقلت يا رسول الله يعني بشت بيغمبري صلى الله عليه وسلم حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا بحسب مروبكي كذا في بيغمبري وقلت إن بيغمبري قلت ما يسرني إني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا قلت بيغمبري قلت أس حسناك ما أزبحسي إيكي بكم ومن أفتشتها يعني أخو سيريا كذا في من هاي فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا تعني قصيرة إن أقوم قلت يا رسول الله بولا صفية بحسي هوية ويك هوية خاكر ذي كما بصرمانا قلت أوا ها هو صا يعني بجنب وسطي أوا كرت إن بيغمبري أخفتنا قلت صلاة الله وسلم قلت لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجه رواه الترمذي تأخفتنا قلت أجر وي أخفتني بكم بحري دي بحري بيس كتن بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني بيسترين تشت أوا كتو صفاتك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ترابي تخدان إيمان بجا ترابي هندك نافو لنك اللقب وديني هندك أو يت يعني چوات دي شي في هكي چوات دي في الخاقري في أخفتني بيجي إنسان بسرمان إنسان باش إنسان جامير تبا بيجيه وتل دفقدين أو يتشنين ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أو كزتو بناك تجفون صفتا في غيبتي في احتقاري في أوديك مروف جاوكي كيم برخد إكي تري
مشت أبي توبة نكتة أفهم ربي ظالما ظلما نفس خكري أبد كيفن طنقابية دي قالك يتمزن يالدنيا وآخرته. إذن الفيري بمهمية أم هشياري أزواني خابين هشياري غيبتي بين هشياري هندي بين كو أم شافك كيم بري خبدين هندكي دي تري شيت بت أبي أم شافك كيم بري خديني أوش ما قالك بقدر القيمة ترد في رب العالمين وأم توبة بك جفان تشتا وأو كاسي توبة نكت ظلمك مظن الخكر حياته والدنيا إذا خشيت نابن آخرة تجدي ببهر بتشوي بحشتي أو رب العالمين دينا أمي بيش رب العالمين كجباني بي بلند أو بيبرسق مبكتن أو بيرازي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.